أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه قالوا نعم
ونحن له مسلمون تلك أمة ولا تسألون عما كانوا يعملون ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم.